اوكي. فهاي ال 195 للصف الاول اللي هو الواي 1، هسه المن للواي 2 ال 12 زائدا ال 32 زائدا ال 18 حيطلع لي ايش قد؟ 62. اهم نقطه هسه لازم اسويها بعد اكمله هنا هنا هذا لهنا بحيث حيكون حاصل جمع المن لهذا الصف ولهذا العمود، فحاصل طبعا الجمع ما بيناتهم لازم يكون متساوي اكيد. فمن نجي نجمع 195 زائد 62 حيصير 257. نفس الحالة إذا جيت جمعت ال 99 من 106 مع ال 52 أيضا حيطلع لنا 257. أوكي، هاي مثل ما قلنا طلاب هاي الخطوة الأولى. زين، ولما كملنا الخطوة الأولى وجمعنا هاي الأعمدة نقوم بإعادة كتابة الداتا على شكل هالمرة كأنه بدنا نكتبها كـ observed frequency وكـ expected frequency كل وحدة بعمود، بعد شلون حجي أكتبها. هسه بالبداية خلينا نقول الـ observed frequency، خلينا نرتبها observed frequency، وأيضا لازم شنو قلنا الـ expected الفريكونسي. شوفوا شلون حاجة انزلها 87 74، يعني شفتوا رحت كصف المن للواي 1، يعني بالبداية انزل قيمة للواي 1 بشكل عمود ومن ثم ابدي بالواي 2. ف 87 74 34 كملناها، يعني ما يدخل بالتوتال، ما اي دخل بالتوتال، اروح وين؟ على ال 12 ال 32 وال 18. اوكي طلاب؟ زين، ولا ما كملنا هسه اللي تشوفوه امامكم اللي هو الاي الاوبزرفد فريكونسي، لازم استخرج شنو؟ لازم استخرج الاي. زين الاي شلون اجي استخرجه؟ يعني هسه انا كانه طال عندي الاوبجكت فريكونسي، طبعا اكيد هنا هو الايفكت الايفنت نقدر نبينه مباشره، اقدر اعرفها هي ايش قد، بس هسه خليها على صفحه، خلي بعدين نكمل ونرجع عليها. فهسه اذا احتاج الاي. الاي حسب القانون ايش راح تقول لي؟ حتقول لي القانون هنا شنو حيصير؟ حقول لك اكو قانون جديد راح نستخدمه. هذا القانون هو عبارة عن افتح قوس رو توتال مضروبا في كولوم توتال على تيبل توتال، بمعنى يعني شنو؟ هنا طلابي الاعزاء شو حسوي؟ جميع هنا نضرب جميع قيم صف التوتال باول قيمه من عمود التوتال وهي 195، ونثبتها وين؟ بعمود الاي الموجود في الاعلى. بمعنى حتى سأني استخرج القيمة الموجودة هنا، شلون حستخرجها؟ بعرف شو حسوي. حقول الـ X1 يساوي لنا من هو التوتال هنا؟ هذا 195. بيش ايش بيه هذا التوتال؟ هذا التوتال طلابي الأعزاء أضربه في كل القيم، بس خلي آخذ لون ثاني. أوكي. اضربه بمن؟ بكل القيم بالنسبه هنا، يعني اضربه مره بال 109 بال 99، ارجع اضربه بعدين بال 106، بعدين ارجع اضربه بمن؟ بال 52. فبالتالي من حصير اذا هسه من اجي اكتبها
هنا شو راح يصير؟ 195 في 99 على الإجمالي اللي هو 275 يطلع لنا 75.12%. هسا شو اللي استخرج؟ طبعا هاي وين اجي اكتبها؟ اجي اكتبها هنا 75.12. هسا استخرج الاكس 2 اللي هي احنا ايش قلنا؟ ال 195 بايش اضربها؟ بال 106 واقسمها على التوتال 257. فال 195 في 106 على 257 حيطلع لنا 80.43. اجي اسجلها هنا 80.43. الاكس 3 ايضا 195 في بيش هالمرة بالاثنين وخمسين، أوكي، وأيضا على 2 5 7 حيطلع عنا 39.46، أوكي. هسة أيضا نصعدها لفوق، هاي إحنا لحد الآن كأنه وش خلصنا الواي 1 23 88. هسة بيش حبدي بالقيم مال واي 2، حابدي بالقيم، يعني هسه كانه هسه هذول الثلاثة كانوا بالنسبة لمن؟ للواي 1، فصراحة اجي اسويها بالنسبة للواي 2 ونفس الطريقة السابقة، ولكن نفس الطريقة السابقة ولكن هالمرة بايش حاخذ؟ حاخذ هاي ال 62، هاي ال 62 وهاي ال 62 طلابي الاعزاء، هي راح اضربها بقيمه يعني بالقيم، يعني حضربها بالبدايه ويا 99، بعدين راح اجي اضربها ويا ال 106، وبعدين اجي اضربها بمن؟ بال 52 واجي اشتغلها. فاذا نجي هنا نكمل، فحصير 62 في 99 على 257 فيطلع لنا 23.88. هذا من هو هذا الاكس 1، واجي وين اضيفها 23.88 هنا 23.88، اوكي. نفس الحاله هسه وين حنروح؟ حنجي هسه هنا ايضا 62، بس هالمره في من في 106 على 257 فيطلع لنا 25.57، وأيضا نثبتها ها هنا 25.57، والقيمة الأخيرة حتكون 12 على الصحيح 5.4. ولما خلصت الإي هسا شقدر أستخرج؟ Now we calculated the value of chi square. راح أقدر أستخرج الكاي سكوير واللي هو حسب القانون تعرفوا كل الزين اللي هو الأوبزرف ناقصا الإكسبكتد كل إيش تربيع مقسوما على الإي. فبالنسبة للقيمة الأولى حتى هسا أجي أستخرج القيمة الأولى للكاي سكوير، فش راح يصير؟ حصل عندي كالتالي، أول قيمة من الجدول، هذا هو الجدول، إيش قد قيمة طلاب الأعزاء؟ 87 ناقصا 75.12 كل تربيع مقسوما على إيش قد؟ على 75.12. نجي نثبتها فهنا 87 ناقصا 75.12 كل تربيع على 75.12، ايش راح تطلع لنا؟ 1 على الصحيح 8.78. هسه ايش راح نستخرج؟ هاي القيمة الأولى. هسه نستخرج القيمة الثانية للكاي سكوير اللي هي 74، أوكي، بالنسبة للأوبزرف ناقصا 80.43 كل تربيع على 80.43 حيطلع لنا الناتج 0.514. هاي القيم كلها طلاب الأعزاء وين لازم أنزلها؟ لازم ننزلها هنا ورا ما نستخرجها، حاصل جمعهم، فإذا هو مجموع الإكس يعني الكاي سكوير اللي هو 13 على الصحيح 0.54. ولما استخرجناها هسه لازم ايضا نستخرج القيمه الحرجه. شلون راح نستخرج القيمه الحرجه؟ هنا اتغير الحكي لان القانون اصلا اتغير، فلازم استخرج يعني حتى استخرج كومبيوت، فلازم استخرج الكاي سكوير عند 0.95. حتى اجي استخرجها حطبق
هذا القانون بالنسبة لمن الدرجات الحرية اللي هو رو ناقصا واحد والكولوم ناقصا واحد. بالنسبة للرو إذا معناتها لازم نروح للسؤال إيش كم أنا صف بالنسبة أنا عندي حسب الصفوف الموجودة عندي. أنا عندي صفين هذا الأول وهذا الثاني، فبالتالي أجي أسجل إذن 2 ناقصا واحد، هاي بالنسبة لعدد الصفوف. هسه وين أروح بالنسبة لعدد الكولوم؟ أنا حسب أعداد الكولومات الموجودة أنا عندي 1 2 3، بما يعني إذن هنا حصير 3 ناقصا واحد. بمعنى آخر وللتسهيل هي مبينة مباشرة طلبة الأعزاء، شلون مبينة؟ أوكي ليش أنا كم متغير عندي بالنسبة للإكس؟ هم 3 وهم بالأصل شبيهم أعمدة، إذن بالنسبة للكولومات هم 3، وبالنسبة للرو هو أنا عندي صفين اللي هو Y1 و Y2، فمبينة إذن بالنسبة للرو هم 2، وبالنسبة للكولوم لكون أنا عندي 3 X يعني X1 X2 X3، فبالتالي إذن 3. هسا نجي فاثنين ناقصا واحد هو عبارة عن 1 3 ناقصا واحد إذن هو 2، فإذن بالنسبة لدرجات الحرية راح تطلع لي عندي 2، وبالتالي راح أروح للجدول راح نستخرج درجة الحرية راح نستخرج الكال سكوير بالنسبة عندما تكون 0.95، فراح يطلع لنا 5 عدد صحيح و99، وهذا ايش راح يمثل؟ هذا راح يمثل هنا هذا الجانب. اوكي هذا عند درجة حرية. عند المقارنة ما بيناتهم راح نلقي انه المحتسبة اكبر من مين؟ من الجدولية اللي أنا استخرجتها، لأن المحتسبة هي 13 عدد صحيح 0.54، واللي هي أكبر من مين؟ من 5 عدد صحيح 9.1. هنا بهاي الحالة هنا لازم نحكي نرفض لو نقبل هاي الفرضيات، لا reject the null hypothesis. يعني شو حيصير إذا هنا حنقول أوكي إذا معناتها reject the null hypothesis، بمعنى اللي هي HO اللي هي يعني S0، بمعنى آخر إذن the row and column شبيهة variable are depend اللي هي معناته إيش؟ H1. أشكركم طلبة الأعزاء على حسن الاستماع، وإن شاء الله أي سؤال نتواصل مع بعض في الصف الإلكتروني، والسلام عليكم.